إذن أعود للأستاذ علي السيد بالتعبير المصري البلدي الرائج العامي العظيم اللي ولعها يطفيها. إذ إمتى هنقدر أو هل لدينا من أوراق الضغط والإمكانات لاستخدامها للضغط على إما الشمال في أوروبا أو الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يفعلوا هم ضغوط ما على الاحتلال نوقف بها هذا العدوان؟ يعني أنا طبعا بحيي الدكتور محمد على يعني إطلالته التاريخية وأنا من عشاق التاريخ ونسبة عشاق كلنا بصراحة. كان في قبل الصهيونية كان في جمعية اسمها جمعية عشاق صهيون أسست سنة 1882 وبدأت من روسيا. التاريخ مهم جدا جدا في مثل هذه الأزمات ومثل هذه المراحل. الحقيقة بالمرسون سنة 1940 بعد اتفاقية لندن له جملة شهيرة وله مراسلات بينه وبين قناصل البريطانيين في القدس وفي تركيا. هو قال جملة مهمة جدا عشان نجاوب. يعني قال إنه لابد أن ننشئ دولة تفصل بين مصر والشام حتى لا تتكرر أن يكون هناك وحدة عربية بالظبط، وألا تتكرر هذه التجربة. والصهيونية فيما بعد خدت هذا الكلام باعتباره أيقونة تستخدمه، باعتباره هو الخط الأساسي لبناء وتأسيس دولتهم، واستخدموا فيما بعد كل قادة الصهيونية عندما يذهبوا إلى التفاوض مع أي دولة. يعني هم على فكرة تفاوضوا مع الألمان على فكرة أنهم يكون لهم دولة، لكن وجدوا عند الإنجليز الاستعداد، لأن الإنجليز كانوا أكثر دولة تضرروا من محمد علي ومن الدولة المصرية لما كبرت واتسعت. كان هناك ضرر بالغ ودفعوا أثمان باهظة في عشان يعني في الحرب مع محمد علي وعشان يكسروا محمد علي، دفعوا أثمان بشرية وأثمان في كل شيء يعني. فهم أخذوا ده، ووايزمان بيقول إنه لما راح بريطانيا قبل ما يقابل بولفور كان ماشي في إحدى المدن يعني، فشاف المصانع البريطانية اللي بتعمل الغزل من القطن المصري، فتذكر هذه المقولة وعرف إنه من هنا نستطيع أن ندخل إلى الإنجليز. المنطقة في هذا الوقت كانت ممزقة، وفي بعض الأطراف العربية تعاونت مع الإنجليز على أساس أنهم هيساعدوهم في تكوين دولة عربية. وده أدى طبعا في النهاية إلى أنه يبقى في أطراف كثيرة قدمت خدمات للإنجليز، وفي الآخر الإنجليز باعوا الجميع. صحيح. وهم كانوا بيتفاوضوا مع العرب وعملوا اتفاقية سيكس بيكو. هم وعدوا العرب، مش كانوا بيتفاوضوا، وعدوا العرب رسميا في مراسلات مع شريف حسين ومكمار. طبعا المراسلات دي مشهوره. وكان كيتشنر قبله. نعم. يعني ده وعد رسمي بانه في دوله. اذا ما فيش خلاصه يعني الاطلاله التاريخيه السريعه جدا لان انا متعمق قوي في المساله دي الحقيقه، خلاصتها اذا ما فيش قوه عربيه قادره على انه تغير موازين القوه العالميه فاحنا في هذا الوضع هنطول كتير. قوة عربية بأي مفهوم؟ أن تمارس ضغطا عسكريا ولا أن تستطيع ممارسة ضغوط اقتصادية سياسية؟ ضغوط اقتصادية وسياسية وضغوط مصالح وضغوط أشياء كثيرة جدا، لأنه أهداف الصهيونية ليست هي فقط فلسطين. صحيح. ما جاتش الصهيونية هنا وهي لأن زرعت مجموعة أوهام كبيرة رسختها في أذهان المجتمع الصهيوني. كان في ناس طبعا معارضة جدا، يعني كان في وزير بريطاني يهودي عارض بشدة، كان اسمه إدوين صومائيل في سنة 1917، وله جملة شهيرة أتذكرها: ذلك الشر الذي بذرناه على الوعد بولفور، احنا عملنا شر وسيدفع ثمنه غاليا. قال إنه لا يجوز إن أنا أكون مواطن بريطاني ومنتمي للصهيونية، أما ينفعش أبقى بريطاني لأني ولائي لابد أن يكون لبريطاني. ده قالوا في مجلس الوزراء البريطاني، يعني مش إحنا هم. كان في معارضين لفكرة الصهيونية لأنها فكرة ضارة جدا. في النهاية الصهيونية قدرت تستخدم
حاجات كتيرة جدا، ووضعت فكرة انه شعب ارض بلا شعب، شعب بلا ارض، واعتمدت على افكار في الاساس جاءت من النازيه. طيب. يعني نقاء العرق وغيره من كرسة، كل ده جاي من كل يعني ده جاي من النازيه. انا 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 في رايي انه نتنياهو تفوق على كل شيطنه هتلر، يعني صحيح. خلاص صحيح. يعني هتلر خرج بره المنافسه، صحيح. واذا وضعت ايقونه ما لاكثر من قام بمذابح ومجازر ومحاولات لاباده الاعراق والشعوب فهو بالتاكيد بنيامين نتنياهو.